أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من صفات الله عز وجل الرداء والإزار لحديث العز إزاري والكبرياء رداءي؟ يا أخي يقال لفظ الحديث فقط، أنت تجيب لفظ الحديث ويكفي، يكفي يكفي أنك تجيب لفظ الحديث، لا تقول هذا من صفات الله ومن أسماء الله وما أشبه ذلك، ما كلفك الله بهالأمور هذه. نعم.